يعني متخصص بالفكر وفي علم الاجتماع وأيضا التطور الفكري، ألا تعتقد بأنه بحسب مقتضيات العصر وبطبيعة الزمان والمكان ومتغيرات ما يحصل في هذا الكون، ألا يمكن أن يعكس ذلك حتى على، إذا جاز التعبير، البناء الوهابي المغلق؟ ألا يمكن أن نتصور على الأقل من الناحية الأكاديمية أن هناك إمكان لإصلاح ذهني في ذات التفكير الوهابي داخل المملكة، وبالتالي يمكن الموائمة بين الوهابية والمعاصرة، بين الوهابية والتسامح وقيم العدل إلى آخره؟ لا أعتقد، لما يقرأ نصوص محمد بن عبد الوهاب لا أعتقد، لا يمكن إصلاح الوهابية، لأن الوهابية نفسها متطرفة وراديكالية، ترفض الآخر، اكرهوهم أبغضوهم أحقدوا عليهم، القوميين الشيوعيين الاشتراكيين النصارى اليهود الشيعة الرافضة الصوفية، هم شعب الله المختار. هي إن صح التعبير ديناميكية هائلة من الحقد والكراهية ضد الآخر. لكن ما يمكن أن يطرح، لأننا صاحب ربما مفهوم الوهابية السعودية، لا نقول وهابية بمفردها أو السعودية بمفردها، هي الوهابية السعودية والسعودية الوهابية، تجد ذلك حتى في ويكيبيديا كتعريف بالعربي والفرنسي بالإنجليزي، تعريف خاص به، وهو علمي يجب أن نقول الوهابية السعودية. نعم. ليس فقط الوهابية أو السعودية فقط. لماذا؟ لسبب بسيط، لأنه حدث تزاوج منذ البداية بين آل سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا لديه السلطة الدينية وهذا لديه السلطة السياسية، وفي حالة زواج كاثوليكي لا انفصال. متى تحدث ثورة ابستيمولوجية وقطيعة ابستيمولوجية في السلطة في السعودية؟ إذا ما انفصلت الوهابية عن السعودية، يعني العائلة الحاكمة السعودية تقول رسميا نحن ننفصل، نحن نستقل عن الوهابية، الوهابية لا تمثلنا وهي ولا علاقة لنا بها. هنا يتم نعم. استبعاد هذه الجماعة يعني إذا سمحت لي دكتور، يعني حتى في الجدل المعرفي هنا، إذا قلنا بأنه يمكن عمليا حدث في المملكة الآن ما يشبه القطيعة المعرفية بين المواطن الذي دجن على مدى يعني عقود وربما سنوات طويلة جدا على مستوى المناهج التعليم، على مستوى الإعلام الرسمي، على مستوى خطاب المؤسسة الدينية الرسمي، دجن بمفاهيم معينة، ولكن وجدنا جيل آخر يخرج ويحدث قطيعة معرفية مع هذا يعني التدجين السياسي والديني المغلق، ألا يمكن أن يتدحرج مثل هذه الممارسة القطيعية داخل المؤسسة الدينية؟ لماذا؟ يعني بالإمكان المعرفي، بالإمكان العملي حصل. احنا نتحدث هنا على مستويات عدة، المستوى الذي نتحدث عنه هو أن الوهابية هي الأيديولوجية الرسمية للدولة السعودية. أما مدى انتشار الوهابية في السعودية فهذه المفاجأة الكبرى، الوهابية هي مكانة صغير، هي نجد، درعية نجد، الحجاز يرفض الوهابي، مكة مدينة صوفية معروف ترفض الوهابي، جيزان ونجران وغيرها ترفض الوهابية، الإسماعيلية المنطقة الشرقية ترفض الوهابية، الوهابية أقلية في السعودية على المستوى السوسيولوجي البشري العددي، هي فقط الأيديولوجية الرسمية للدولة والتي تسعى لوهبنة كل المجتمع، بينما المجتمع خارج المنظومة الوهابية. قطر مثلا دولة وهابية بنسبة 99.99% على المستوى الديموغرافي البشري السكني، لكن كثيرين لا يعرفون أن الوهابيون إن صح التعبير أقلية في السعودية، لكنهم يمثلون الأيديولوجية الرسمية للدولة، والقول أن الأيديولوجية الرسمية للدولة لا يعني أن الحجاز يؤمن بها، لا يعني أن نجران وعسير تؤمن بها، لا يعني المنطقة الشرقية تؤمن بها، لا يعني أن سكان مكة يؤمنون بها، هي معزولة سوسيولوجيا، لكنها ايديولوجيا هي الايديولوجيا الرسميه كما قلنا للدوله، وهذا هو الخطير جدا، وهذا حسب رايي لم يلتقط السعود اللحظات التاريخيه، تغير المجتمعات، الشباب السعودي اليوم شباب متعلم، مثقف، شباب يبحث في الانترنت، انا فوجئت مثلا قناتي على اليوتيوب فيها 16 مليون مشاهده، 8 مليون جايين من السعوديه، نصف. فوجئت، لماذا؟ لانه عندي 10 15 برنامج على السعوديه، على 1360 قطعه تلفزيونيه، مشتغل بالجزائر، بتونس، وسوريا، سوريا، مصر الى اخره، عندي مواضيع اخرى. اريد ان استفيد ايضا من خلفيتك الاكاديميه في هذا الموضوع ايضا دكتور. على الاقل من الناحيه النظريه والتحليل الاكاديمي النظري، في وجود يعني هذه الاقليه التي تعاني منها الوهابيه السعوديه بحسب التركيب الذي تستخدمه او تصر عليه. هذه الأقلية ومحاصرتها يعني وجود رافض لها، وجود إثني ووجود مذهبي سواء في الحجاز أو في
المناطق الشرقية من المملكة أو في جيزان وعسير ونجران. هذا الذي يجعل من الوهابية السعودية في حالة من الحصار الأقلوي إذا جاز التعبير. أحسن. كيف يمكن أن يؤدي إلى انحسارها، إلى تغيرها، إلى الانسلاخ منها؟ كيف يمكن أن يحدد مصيرها؟ الوهابية السعودية قامت لديها استراتيجية وكان ذكي فعلا، لأن استخدمت عوائد النفط الهائلة باعتبار أنها تدرك أنها أقلية داخل السعودية في الجزيرة العربية، فعملت على وهبنة الآخر، وهبنة العالم. أنفقوا مليارات الدولارات في تونس ومصر، بدأت وهبنة المجتمع المصري منذ منتصف الثاني من السبعينات. نعم. لأن الوهابية السعودية كان من الممكن أن تكون مذهب بسيط معزول محلي مكان والدرعية ونجد فقط. نعم. لولا الطفرة النفطية والعائد الضخم للبترول، ثم دراسات تقول أن السعودية أنفقت على الوهابية لتصديرها في الخارج طيلة 30 سنة الماضية أكثر مما أنفقه الاتحاد السوفيتي على الشيوعية طيلة 70 سنة من وجوده. نعم. وكل ذلك لتصدير الوهابية الخارج، الوهابية المرفوضة داخليا لأسباب من كثيرة ذكرتها، إذن تصدر خارجيا وتشاع خارجيا بالنفط بالبترول بشراء الولاءات. نعم. والشيوخ وإلى آخره، ونشر كما قلنا الدواعش، والتفكير الدواعش هو امتداد للوهابية والقاعدة وامتداد للوهابية. نعم. وهبنة المجتمعات العربية، دعشنة المجتمعات العربية، كره الآثار، كره الفن، كره السينما، كره المسرح، القطيعة أحدثها مع الفن. انظر أنت السينما في مصر في الستينات والسينما في نهاية السبعينات. نعم. انظر الأغنية في مصر الجميلة، أم كلثوم وعبد الحليم وفريد، والأغاني الوطنية التي تمجد فلسطين وتحرير فلسطين، وانظر ماذا يروج الآن. لأن نعم. الوهابية السعودية أيضا أخطبوط مالي، شرت شركات الفن، شرت شركات الإنتاج السينمائي، إنتاج تلفزيوني، المسلسلات، سيطرت على بإمبراطورية هائلة. نعم. على الصحفيين. والوهابية السعودية اشتغلت على مستويين، الليبرالية المطلقة والوهابية المنغلقة، يعني ليبرالية أكثر حتى. نعم. من الأمريكية الكلاسيكية. نعم. في تصل إلى حد الانحلال الأخلاقي والجنسي. نعم. يقابلها في نفس الوقت أو بنفس التمويل، يعني لو نعطيك. نعم. أسماء قنوات. نعم. هي نفسها وراء نفس الشركة، واحدة محافظة جدا، واحدة ليبرالية جدا. نعم. سنواصل يعني الحوار دكتور فيما يتعلق بكيف يمكن أن نقترح حلول علاج أو إنهاء للحالة الداعشية التي يعني يقال بأنها تتحرك في الخليج في أكثر من بلد. ما هي خطة العمل المقترحة على المستوى الفكري وعلى المستوى العملي على المستوى الاجتماعي والسياسي؟ وأيضا نتحدث عن الإرهاب الذي تقول بأنه يأخذ في كثير من الحالات. أنت تتحدث عن أن الوهابية السعودية هي المتهم الرئيس بالإرهاب، كيف يمكن أن يحدث ذلك وكيف يمكن أن نجد تجلياته في أكثر من منطقة مناطق الصراع؟ نأخذ هذا الفاصل ثم نعود لمواصلة الحوار دكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود إليكم.